عبد الله علي. أنا محمد من الشرقية. جينا هنا لنحقق مطالب الثورة وسمى الثورة ولم يحقق الثورة ثمرة لحد وقتنا هذا، الإفراج عن المحكوم عليه من المسلمين السياسيين. لحد وقتنا هذا لم يتم الإفراج عنه، وتم محاكمتهم محاكمة ظالمة في عهد حكم ظالم بتنفيقات من أمن الدولة، لفقت لهم قضايا ووضعتهم في سجون ومحاكمات عسكرية ظالمة. نطالب بالإفراج عن هؤلاء المساجين المسلمين وبخروجهم من السجون أو عدد محاكمات مدنية مرة ثانية. الأمر الثاني، احنا بنطالب باستمرار وتحقيق العدالة الاجتماعية ومحاكمة النظام الباقي كله، محاكمة حسني مبارك، أمن الدولة، محاكمة ضباط الشرطة الذين تسببوا في قتل الشهداء، الذين تسببوا في الفساد السياسي والفساد المال العام والفساد والنواحي الاقتصادية والسرقات التي تمت. لابد من محاكمة هؤلاء النظام ومحاكمة أعضاء الحزب الوطني الذين تسببوا في الفساد الحياة السياسية والاجتماعية. شكرا. طلبي أنا بس عايز أقول حاجة، أنا نتذكر قول الله تعالى: أليس منكم رجل رشيد؟ إحنا نفسنا في الحاكم الرشيد، في الرجل الرشيد، الرجل الرشيد في الأمن، الرجل الرشيد في الشارع، الرجل الرشيد في الشرطة، الرجل الرشيد في الجيش. إحنا عايزين رجل رشيد. وبعدين الواحد ليه مطالب كتيرة، يعني كل الناس دلوقتي بيتكلموا في المطالب الفئوية، ننتظر شوية ونصبر شوية، يعني يبقى فيه شوية صبر، وإن الصبر النصر مع الصبر، يعني إحنا عشان ننتصر ونعلو لازم نصبر شوية. تفضل يا عم، تعالى قول رأيك، تعالى قول رأيك، عايز اصبر لحد امتى؟ يعني في أربعة أشهر احنا بقالنا 5 أشهر في الثورة، 5 أشهر 30 سنة احنا دلوقتي. انت مش حاسس بالموقف؟ عشان لو ودنك كان مات من الناس اللي ماتت دي في الثورة هتقول لا حرام، ازاي يكون حاجة شهيد؟ ابو شهيد بيتكلم، قلت الأصابع خشبة اللي هو المستشار واخد بالك للقضاء العالي، قلت له حليفك بأقسم أخليك تحلف بالله لو ابنك اللي مات ده شهيد وقلت لك عليه رصاص هتيجي نفس المحاكمة وده نفس الطريقة اللي انتوا بتعاملوا بيها بالمطلب؟ انتوا عايزين تبرؤوهم تبرؤوهم بعد 5 شهور يا سيد الفاضل، عايز يصلع الشهداء من الطرق عشان يقول لك الطب الشرعي في دكتور ما جابتش اي نتائج لحد دلوقتي. تونس جابت فلوسها بعد اسبوع، تونس جابت فلوسها بعد اسبوع، لان الجيش متضامن مع الشعب، الشهداء 25 الداخليه نفسها كانت متضامنه بالشعب، انت مش حد متضامن معاه، هتصبر لحد امتى يعني؟ طب انت شايف انت اما تروح هتجيب حد، انت ايه الحل؟ الحل هو اللي احنا بقى اصلا بنسبب ضغط نفسي على الانسان نتحور، يعني ما فيهاش حاجه. الحل سهل جدا يا شيخ، ان الناس المتواطئين بلاش التواطؤ ده، اتحلت المشكله. في ناس متواطئين، لو انت عملت التواطؤ دي اتحلت المشكله، مفيش مشاكل، هي المشكله كلها اللي